والضخ الكبير من الأخبار متابعين لنحكي عن مواهب وطاقات ودائما مبادرات شابة مبدعة. اليوم رح نحكي عن قصتنا عن شاب سوري طموح وموهوب وهو طبيب بيطري وناشط بعدة مجالات تعليمية وإنسانية. طبعا أعزائي المتابعين والمتابعات، الدكتور غيث شعيب لم تمنعه دراسته في الطب البيطري وقدومي إلى تركيا هنا من أن يمارس الشغف. كلمة الشغف هذه نضع تحتها عشرات الخطوط من مساعدة الناس في أمور التعليم وأيضا فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى، لكن دعونا نتعرف على هذا الشغف وعلى تلك الموهبة من خلال لقائنا مع الدكتور غيث شعيب الطبيب البيطري وطالب الدراسات العليا في جامعة اسطنبول جراح باشا. تحياتي لك دكتور. حياكم الله. الله يعطيك العافية وبارك فيكم يا دكتور. يعني ما شاء الله تبارك الله، يبدو أنك في مجال عملك الآن أم من البيت عم تحكي معنا دكتور؟ لا الله، البيت مكان عملي. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. يعني دكتور دعنا نعرف السادة المتابعين والمشاهدين أكثر، من هو الدكتور غيث؟ ما هي النشاطات التي يقوم بها؟ أنا اسمي غيث شعيب، غيث محمد شعيب، مدينة إدلب، طالب ماجستير في سنتر رسالة، ما شاء الله، اختصاص في سين هي جينيفي تكنولوجيا عقارات غزنولوجيا الغذاء. رسالة الماجستير تبعي حاليا متعلقة بمطاعم المهاجرين الموجودة في اسطنبول، مهاجرين بشكل عام مو بس سوريين. وأنا خلال مسيرتي الدراسية بحاول أساعد أكبر عدد من الطلاب، يعني هي عبارة سؤال وجواب بس هيك بقدر. ما شاء الله. طيب نحن يسعد صباحك أكيد دكتور غيث، بالبداية حابين نسلط الضوء على كل مبادرات بتقوم فيها، كل نشاطات، كل الأشياء، ممكن المساعدات يلي بتقدمها حضرتك للأشخاص. مين هي أصلا الفئة المستهدفة بهالخدمات أو حتى المساعدات إذا صح التعبير؟ هلا خليني أقول أنه أنا مختص بشكل عام، تمام، ومن خلال علاقات الثانيه اي حد بنقدر يعني يساعده ما عندنا اي مشكله، خاصه اذا حد متخرج بيتواصل مع الدكاتره. يعني الحمد لله الازال عندي تواصل مع دكاترتي الموجودين بسوريا ولدكاترتنا اللي صاروا ببلاد المهجر غير تركيا مثلا، حتى مع الدكاتره الله يعطيه العافيه اللي هن موجودين حاليا في ما شاء الله الجامعات التركيه. يعني قدر الامكان نحاول توصيل الناس ببعضها، بس اكثر شيء علاقتي مع الطلاب اللي هن الليسانس الماستر والدكتوراه، بشكل اكبر الماستر والدكتوراه موجودين جامعه اسطنبول، اسطنبول جراح باشا. ما شاء الله. طيب دكتور، اثناء التقديم قلنا بانه حضرتك متخصص بالطب البيطري. نعم. والان انت في سلك التدريس، ربما يخطر السؤال هكذا، لماذا لم تمارس الطب البيطري؟ لماذا سلك التدريس؟ جميل. مثل ما بنعرف انه الطب البيطري له قسمين، قسم حقيقي وثاني اكاديمي. انا مختص بالقسم الاكاديمي، هاي واحد. اثنين، الطب البيطري عندنا كثير واسع واختصاصات متنوعه، يعني في عندنا دكاتره يعني ما زالوا بالقسم الادوي، منهم باللحوم، منهم بالطفيليات، قالوا على اطاول بالحقل. هاي اثنين، خلينا نقول ثلاثه، مزاوله المهنه في تركيا كثير في صعاب، من المهن الممنوع مزاولتها. لمزاولتها بدنا شرطين، الشرط الاول جنسي تركي، الشرط الثاني بيكون عندنا ديكليك، هو تعديل شهاده الثانوي اللي بتاكل 3 سنوات ودراسه اكثر من 35 ماده. فنحن بطور هالتعديل، وانا ما بحب اشتغل الا بالمضمون، وخاصه يعني بدنا تحكمها القوانين كما في تركيا. نعم نعم نعم، يعني هذا هو السبب. نعم والله سبب وجيه دكتور، لانه بالفعل يعني على البال والخاطر كنا نتناقش انا والزميله هلا انه تركيا بحاجة بالفعل إلى اختصاصيين في هذا المجال. نعم، الطب البيطري، وهناك حاجة لتنمية قطاع سواء الثروة الحيوانية تحديدا، فالاستفادة من هذه الكفاءات أمر في غاية الأهمية. فالآن إذا وضح السبب بطل العجب كما يقال دكتور. نعم. طيب دكتور غيث، نرجع شوي للمساعدات أو الخدمات. في خدمات متعلقة حصرا مثل ما ذكرت بالطلاب، حسب ما دردشنا أنا وياك مبارح كنت عم تقلي أنه في خدمات متخصصة بالبحث العلمي كمان. شو طبيعة هدول المساعدات يلي ممكن توضحها أنت للطلاب؟ شو قصدك بالبحث العلمي والمساعدة بهذا المجال؟ طيب هلا انا بحب من الجماعه انه
بيقرأوا هيك بيتوسعوا بالقصه. فبالنسبه لطلاب الماستر والدكتوراه بيكون هو الطالب جاي من خلفيه يمكن دارس بالانجليزي او دارس بالعربي او دارس باي لغه ثانيه، وقت بيجي على السيستم التركي مصادر المعلومه باللغه التركيه هي مجهوله بالنسبه له. واحد اثنين نظام الجامعه اللي هو الاكسس الكريدي تبع المواد، كيف تنزيل المواد، شو بدي اشتغل عليها، كيف بدي اتواصل مع البروفيسور، حتى احيانا المواد مش لي انه بعرف وين مكان قسمه. فيعني وانا بحب السياحه شوي فداير على كل الاقسام اذا ما اكثرها يعني ما شاء الله، بالاضافه انه عندي اطلاع. ف بالنسبه لمواقع البحث اللي بتفيد الطالب في تركيا، انا جامعه بملف وورد والحمد لله عم ننشر للشباب ان كان على الفيسبوك كان على المجموعات. وبالنسبه حتى للقواميس كيف تتعامل مع القاموس العلمي وليس القاموس العادي مثلا لطالع كلمه او فعل الى اخره، بنحاول انه نعطيه اول مثل ما بيقولوا ليسلوا راس الخيط وهو يبقى يمشي لحاله. ما شاء الله. يعني طيب. البروفيسور عفوا البروفيسور بموقعه يعني ما راح ينزل لمستوى الطالب بيقول له لازم تعمل هيك هيك، خلص بيقول له اكتب البحث ورجع لعندي. نعم صحيح. انت عم تكون بمثابه الايد اللي بتساعد هدول الطلاب بهي المرحله بالضبط. كما ادعي. نعم. طيب دكتور، يعني واضح من حديثك وشخصيتك أيضا ما شاء الله بأنك شخص أكتف، شخص متفاعل، شخص بالفعل لا تحب إلا أن تكون وتضيف قيمة. العديد من الأشخاص ربما لديهم هذا الهاجس ولديهم هذه الرغبة، لكن لا يستطيع أن يرتب أموره، لا يستطيع بالفعل أن يوظف إن صح التعبير هذه الطاقات في مجال الصحيح وفي طريقة المناسب. ماذا تنصحهم؟ أنا أول شيء بنصح أنه هو يكون مأمن بقدراته، اثنين يقتحم المجال ما ينتظر، ليش؟ لأني كل دقيقة عم يضيعها وهو عم ينتظر وهي عم تروح سدى ما عم يستثمر هو، يعني مثلا أخطاء أنا مثلا بعملها اليوم خاصة بمجال تدريس اللغة التركية، أنا أتواصل مع أساتذة الحمد لله بورج وفيلين جينكيز وأخي الكبير اللي هو موجود في مرسين هني بيصححوني، يعني انا بقول يا ريت من قبل حاكي يعني كنا كسبنا وقت. فانا بنصح الشباب باي مجال من المجالات الميديا ولا التعليم ولا حتى التجاره يعني يدخل في منطقه الامان اللي هي الترجمه المجانيه، بعدين في بصحح له، في ناس كثير بتحب الخير يعني اوكي صحيح نحن جماعه شوي عم نعاني من صعوبات في بلاد غربي بس الحمد لله يعني الخير فيه وفي امتي الى يوم القيامه كما قال عليه الصلاه والسلام. وبالتالي في كثير ناس بتحب تساعده فما تنتظر شيء ما تنتظر شيء، ان شاء الله في كثير خلي راح تساعدك والله ولي التوفيق كما يقال. حلو كثير دكتور غيث، بصراحه نحن حابين يعني نكسب اكثر الحوار معك. في سؤال عم يخطر على بالي وهو هل الدكتور غيث بيقدم كل هالخدمات أو كل هالمساعدات بشكل مجاني؟ هل هناك مبالغ مالية جراء هاي المساعدات؟ وحتى السؤال الثاني الأهم أنه كيف بيقدروا العالم يوصلوا لك؟ شلون مواقع التواصل أو الصفحات أو حتى الأرقام اللي ممكن أنت تقدم لنا هون أو تسمعون للمشاهدين والمستمعين لحتى يتواصلوا مع غيث؟ كالتالي بنبدا بمواقع التواصل، انا اسمي على الفيسبوك غيث محمد شعيب، موجود رقمي، موجود عندي حساب التعليم للغه اطلقته حديثا جزال تركشام، بيقدروا يستفيدوا منها. هاي واحد. اثنين بالنسبه الى المبالغ او كذا، لا اذا طالب مستجد ومو عرفان شلون يسجل وخاصه للاسف اذا بيكون جاي من عن طريق مكتب والمكتب ناصب عليه هذا يا شو بدنا ناخذ منه، هذا عيفان حاله فبنخدمه مجانا. اذا مو انا شخصيا مثلا ببعثه شباب يترجموا له. نعم. ببعثه شباب ايش يساعدوه في الترجمه خاصه الترجمه الفوريه وقت بيدخل بيشرح له نظام الاساسي الصالب، ما هو عيفان التركي مثل ما بيقولوا. معذره انا ما عندي كثير. لا ولا يهمك. منه تمام، فهذا بنساعده مجانا، بينما اذا طالب يتم قاعد في بيته لا هو نحن بنسجله على الجامعه لا ايش يعني نجيب له القبول ونسجله، لا طبعا هاي في بيكون في رموز بسيطه بنحافظ عليها رجوله. جميل. طيب. جدا ما شاء الله. دكتور انت وقت يعني تتحدث ذكرت عباره جميله، استفيد من الاخطاء، استفيد من التجارب، ومن ثم أقتحم المجال في منطقة الأمان، هكذا ذكرت حضرته. دعني أسأل هذا السؤال الخاص بدكتور غيث، ما هي التجارب أو ما هي الأخطاء التي قمت بها وتعلمت من هذاك الدرس؟ الأخطاء كثيرة. واحد ضيعت كثير أوقات في
شغلات غير نافعه في البحث العلمي، تمام، وخاصه يعني كتب ما لها علاقه ابدا بس، ولكن هي منتشره على الفيسبوك، تمام، منتشره على الشبكه الانكوتيه او منتشره على المواقع العلميه الفضفاضه، خلينا نقول مثل جوجل. جوجل ليس ببحث علمي، هاي واحد. تدريس اللغه التركيه في البدايات كنا نعتمد على فقط الكتب المستخدمه في السوق، هذا الشيء ما بكفي طاول، في كتب يعني عفوا في كتب 400 صفحه، هذول ايش كيفيه تدريس اللغه لغير الناطقين بها، في اساليب، في اسئله جبناها الحمد لله من انقره، بنك معلومات مشان نفحص الطالب بشكل دوري، وما زال عم يتعلم، يعني الانسان بيتعلم الى الممات. نعم صحيح، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. دكتور غيث، بالختام صراحة حابين نعرف شو الخطط اللي حابب دكتور غيث يعملها. هل عندك حلم ممكن أو حتى رغبة بمتابعة تعليمك العالي وإكمال الدكتوراه كمان إن شاء الله وممكن البروفيسور، ولا لا ممكن تنتهي بس توقف عند الماستر وتلتفت لشغلات تانية؟ بما أنه أخذ هذا ما يستمر 4 مرات، فلازم هالسنة يستر أخذ التوفل ما شاء الله، وفي مشروع تعلم اللغة العربية لازم هالسنة يخلص معي أو السنة الجاي. أما بالنسبة للدكتوراه تركيا ربما لن يحصل، ربما يحصل في خارج تركيا إن شاء الله ما شاء الله. بإذن الله الله يوفقك يا رب. دكتور غيث شعيب كنت معنا بالصوت والصورة، أهلا وسهلا فيك وشكرا جزيلا لك طبعا على هذا الحوار اللطيف والشيق. طبيب بيطري وطالب دراسات عليا في جامعة اسطنبول جراح باشا، شكرا جزيلا لك، حياكم الله، أهلا وسهلا فيك. الله يعطيك العافية متابعين.